قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، لا أثني ثناء عليه وكما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، أحمده أبلغ حمد وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية جمعاء بين يدي الساعة نذيرا وبشيرا، فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم واغتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أن هذا الوباء الذي يسمونه كورونا عاد من جديد، فأعاد الكرة من جديد وانتشر وعم البلاد وطم وذهب بضحيته عدد كبير من البشر في أنحاء العالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. فهذا الوباء وهذا البلاء دل البشرية على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أنا أدري أن البشر كثير منه لا يعتبرون، وهذه عادة الناس، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمرون بها وهم عنها معرضون، يمرون بالآيات يمرون عليها يشاهدونها بأم أعينهم، لكنهم لا يعتبرون بذلك. وهذه عادة أكثر الناس. لكن نحن كمسلمين عندنا قواعد خاصة تلقيناها من وحي ربنا سبحانه وتعالى ومن إرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أننا نعتبر أهل التفكير. أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما نرسل بالآيات. فالله سبحانه وتعالى يرسل آياته سبحانه وتعالى تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوف فيها عباده سبحانه وتعالى. وبالتالي نتضرع إلى الله عز وجل وننطرح بين يديه ونرفع كف الضراعة إليه ليزيل عنا هذا الوباء ويزيل هذا الوباء عن البشرية جمعاء، فنحن خير أمة أخرجت للناس. كذلك يجب أن نحتاط وأن نتخذ الأسباب، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا باتخاذ الأسباب مثل هذا الظروف، فلا يورد مصح على مريض، فنبتعد حسب ما نستطيع بإذن الله عز وجل ونتخذ الأسباب. كذلك الحكومة هنا فرضت على البلد قوانين تتعلق بهذا الموضوع، ونحن نعيش في هذا المجتمع، بل هو الأصل أن نكون
مثلا يحتذى به في المجتمع، وبالتالي علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بكل حذر وحيطة وبكل جدية بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، مثل هذا الظروف الذي يمره العالم ونمر به، وقدر رب سبحانه وتعالى أن نكون من المتواجدين في هذا الزمن، علينا أن نلاحظ إلى ثلاثة أشياء أطرحها إن شاء الله تعالى وأوجز بها الكلام. ثلاثة أشياء مهمة، تآني وحاء. الأول التمسك بحبل الله عز وجل، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، التشبث بكتاب الله وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تنقية قلوبنا وأفئدتنا عن أدران الشرك والميلان إلى غير الله عز وجل، والتعلق بالله سبحانه وتعالى، واستمساك حبله جل وعلا. فمن استعصم بالله وتشبث بمنهجه فقد ضمن الله سبحانه وتعالى له الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، حتى يهدينا ربنا جل وعلا إلى الصراط المستقيم. علينا أن نعتصم بالله عز وجل وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هذه قضية مهمة للغاية. الأمر الثاني هو ترك المتاهرات والاختلافات الجانبية التي لا تنفع المسلمين وإنما تضر المسلمين وتستفرق طاقاتهم وقواتهم. المسلمون صاروا شتاتا وأنواعا وألوانا، وتدور هناك احترابات وتقاتل الداخل بين المسلمين، والاختلافات والانقسامات والتكتلات وجماعات يبعد بعضها بعضا. هذه هي الثغرة التي يتسلل منها الأعداء من خلال انشطارات المسلمين واختلافاتهم فيما بينهم. من خلال هذا يتسلل به الأعداء إلى الأمة الإسلامية لتدميرها ولضرب بعضها على بعض. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما يقول سبحانه وتعالى. القوة المسلمين، قوة المسلمين وثباتهم فهي وحدتهم على منهج الله عز وجل، على الكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة التي هي مهم جدا، حسن الظن بالله عز وجل. مهما أظلم العالم ومهما صعبت الظروف، فإن وراء كل ليلة نهار بإذن الله عز وجل. ففي أحلك الظروف وأصعب الظروف التي مرت بها هذه الأمة، تحولت المصائب إلى مصالح والنقم إلى نعم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، كما سلط على العالم الفيروس هذا يستطيع أن يسلط على العالم ما يشاء سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: بشر لهذه الأمة بالسناء وبالسناء والرفعة والدين والتمكين، كان يقول عليه الصلاة والسلام: علو في الأرض وقوة تدين والتمكين في الأرض. وهذا الذي عليه الأمر. ولذلك هذه ثلاثة أشياء ألخصها الخطبة: الاعتصام بالله،
والتصالح مع الله والمحافظة على وحدة المسلمين وعلى الجالية خاصة. الثالث أن نستبشر الخير وأن لا نيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يشاء جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أيها الإخوة الكرام، الدنيا لحظات والآخرة هي دار القرار، فيجب أن نستعد لمستقبلنا الحقيقي. الناس، عدد كبير من الناس ارتحلوا ونحن على أثرهم، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: ونحن على أثركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى، اللهم إننا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نور قبورهم ويسر حسابهم يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من البرص والمرء والجذام والجنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم محمد بن عبد الله.